مع استمرار موسم حصاد القمح، هي كاميرا على مسؤوليتي تصحبكم في جولة داخل محافظة بني سويف لنتعرف معا على نسب توريد القمح. نبدأها معكم من داخل مطاحن مصر الوسطى، حيث يضم المطحن المطور صوامع للقمح تستقبل الغلال من الفلاحين لتغذية هذا المطحن ومطاحن أخرى. زي ما أنت شايف الأعداد دي تدل على إيه؟ هتدل على إن المزارع متفاعل ومقدر المسؤولية وعنده حس وطني. زي ما حضرتك شايف الناس اللي بتقول لك المزارعين محجمين عن توريد، لا، حضرتك بتصور وأكيد عملت لقاءات مع مزارعين برا وعرفت مدى تعاونهم ومدى اقبالهم على توريد القمح عند في جميع الجهات المسوقه. يعني احنا عندنا 22 موقع استلام في محافظه بني سويف، بين شون وصوامع تخزين وهناجر. احنا المفروض المواقع 22 تسع 230 الف طن، لكن احنا زودنا الساعات التخزينيه لهذه المواقع بحيث وصلت ل 280 الف طن. يعني احنا عاملين استعدادنا لزياده الساعات التخزينيه عشان تستقبل الكميات الزيادة اللي جاية من المواطنين لو زودنا على المستهدف، وإن شاء الله إحنا متوقعين ناخد أكتر من المستهدف حاليا في محافظة بني سويف. طبعا وجود صوامع دي أولا بتوفر رصيد استراتيجي للمطحن على مدار العام، وفي نفس الوقت بتعمل عملية محافظة لحبات القمح من ساعة تسويقها ودخولها جوه الصوامع الى ان يتم سحبها لدخول المطحن وطحنها ويتم استخراج دي وتوزيعه للمستهلك. المراحل بيتم ابتداء من استقبال الاقماح على النقره واجراء عمليه تنظيف للقمح لاستخلاص الشوائب من اتربه، من شوائب عالقه مع الاقماح اللي هو فيما هو اكبر منه واصغر من حجم حبه القمح، ثم اجراء عمليه ترطيب وتهيئه لتليين حبه القمح للطحن للحفاظ على الجوده، ثم عملية الطحن بتتم عن طريق السلندرات والفصل اللي بيتم بالمناخل والبروفاير لتنقية المنتج إلى المنتج النهائي اللي بيتم تعبئته آليا بدون أي تدخل عنصر بشري. الله ما شاء الله، يعني السنة دي إنتاج لم يسبق له مثيل. الفدان السنة دي من 23 لحد 27، أنا إن شاء الله يعني وردت 21 أردب، وطبعا اللي هم الثلاثة ردب اللي هم فوق ال 21 دول احتياج البيت واحتياج المنزل الحاجة دي. يعني السنة دي الفدان بيرمي من 21 لحد 26 ردب، انتاج حلو جدا جدا يعني بفضل من ربنا، يعني سعر 10 على 10. ونشكر الدولة ونشكر الجهات المسؤولة كلها على رقابتنا، لأن الناس بصراحة حست بارتياح جامد السنة دي في التوريد وفي الفلوس وفي التسهيل، والناس كلها واقفة معانا، كل الجهات هنا 10 على 10. لا، التسهيل كويس، السنه كويس، بنخش الاول على الميزانه نزل ونخش نفرز بيدينا الدرجه بتاعتنا، بنعتب بنرجع تاني على الميزانه بيدينا الكارت بتاعنا، بعد يومين بناخد الشيك، ناخد الشيك بالظبط يومين ثلاثه بكتير. ومن ثم ننتقل مع حضراتكم الى صوامع سدس المطوره بمركز بيبا، والتي تحتوي على 12 صومعه مميكنه بسعه 60 الف طن، اي ما يعادل ثلث الكميه المستهدفه داخل محافظة بني سويف. الحمد لله الساعة التخزينية 60 ألف طن، مقسمة ل 12 خلية، ساعة الخلية الواحدة 5000 طن. عندي شو نورة الصومعة 10000 طن، يبقى الإجمالي التوريد لحد دلوقتي وردنا 41 ألف طن من المزارعين، المستهدف بتاعنا في الصومعة 55 ألف، وإن شاء الله نملى الشونة اللي ورا الصومعة ب 10000 طن. الإجبار الحمد لله نسبة كبيرة السنة دي، والوضع كويس هنا في صومعة ست الحمد لله. وحضرتك طبعا اللجنه بعد كده بتبدا تفرز العربيه وتبدا تحدد لها درجه ايه النقاوه بتاعتها اللي هي محدده وزاره التموين، اللي هي الثلاث درجات، الدرجه الاولى 23.5 سعرها طبعا 885، والدرجه الثانيه 23 سعرها 875، ودرجه 22.5 اللي هي اقل درجه بنستقبلها هنا في الصومعه 865. يستمر موسم توريد القمح حتى نهايه شهر اغسطس القادم، ومن خلال غرفة عمليات رئيسية تقوم وزارة التموين بمتابعة ما تقوم به إدارات التموين داخل كل شونة، حيث أصدر وزير التموين تعليمات مشددة بالتيسير على الفلاحين، وكذا منع الوسطاء فيما عدا الجمعيات المصرح لها من الوزارة، كل هذا من أجل أن يحصل الفلاح على أمواله كاملة. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.